عليكم مرحبا بكم في قناه دي دو سامولي. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على الارانب الروميه. ممكن تعمل شوفوا في راه كدير راه كتاكل الخشب. هانتوما بطريقه مباشره انا درت لهم هذه الخشبه هذه. كانوا يضربوا بعضياتهم, كانوا كيتقاتلوا بعضياتهم. لاحظوا ان اسمو داروا في هذا الخشبه راهم كلاوها. هانتوما كما كتشوفوا يعني حذاري من الناس اللي بغاو يديروا. هانتوما كما كتشوفوا راهم كياكلوا في هذه الخشبه. هانتوما يعني الناس اللي كيديروا الارانب الروميه يعني البلديه ما لقيتش معاهم مشاكل. هادو اللي هنايا كلهم بلديين. هانتوما كما كتشوفوا راهم بلديين, جبتهم لكم. ولكن بالنسبه للارانب الروميه هانتوما لاحظوا شنو راهم داروا, كياكلوا الخشب. هانتوما شوف التفرتيت ديالو. هانتوما شوف بالطريقه باش كياكل الخشب. انا غادي نوريكم بطريقه مباشره. هانتوما راه كيندغ في الخشب. هانتوما شوفوا الاخر شنو راه كيدير. يعني الناس اللي كانوا كيسولوني واش ممكن اننا نبنيو بالخشب. هانتوما شوفوا هذه الخشبه كيفاش راهم داروا لها. هانتوما راهم كلاوها كاع من الفوق. هذه غير فرقت بها في الكاش. لاحظوا ان الترتيب ديال الخشب هنايا شوفوا. هانتوما ني هانتوما شوفوا كيفاش كيدير. هانتوما طريقه مباشره ان كياكل الخشب. الناس حذاري, هو ما غاديش يضرهم الخشب. راه بحال اللي هما معتبرينه كعلف كياكلوا فيه. ولكن بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا يعني الاقفاص ديالهم من الخشب, هانتوما طريقه مباشره ان الخشب ما صالحش يعني الارانب, خصوصا الارانب الروميه. يعني الروميه يعني الشكل ديالها الضخم والاسنان ديالها الحاده ماشي بحال الارانب البلديه. يعني هما يعني بحال اللي شويه متوحشين, ماشي بحال البلديين الى قربتي حداهم ممكن انهم يهربوا. هانتوما شوفوا هذا راه بلدي. هانتوما واخا كاين الخشب حداه ما مسوقلوش. شوفوا هنايا الرومي كيفاش كيدير. وسبحان الله ملي كتعطيهم هذه الطريقه ديال الخشب بحال هكا مع المده سمو كيوليو متوحشين, كيوليو ممكن يعضوا لانهم بحال اللي كيجهلوا. هانتوما شوفوا شنو كيديروا بعضياتهم. غادي نحيدها لهم لان غادي يوليو اي واحد يقرب لهم كيوليو عدوانيين وكيخدموا العنف, لان الخشب كيهيجهم. كيوليو كيبغيو بحال كيبغيو ياكلوه كيهيجهم. ممكن انكم تبنيو بهادو ديال التلالج احسن. هادو ديال التلالج مزيانين حقا, ما داروش المشكل. ولو ان هاد البلاستيك ديالهم لانهم كيكونوا مغلفين بلاستيك. شوفوا هنايا كيفاش سموراهم داروا لهم. هانتوما هما كاع البلاستيك كلاو, خلاو غير السلك. ولكن بعدا ماشي بحال الخشب كيخليهم يهيجوا كيوليو شرسين. هانتوما راه دابا ولا شرس. ممكن انني نحط صبعي ولا شي وليدات صغار يحطوا صبعهم ممكن انهم يطيروا عليهم. اذا الحلقه ديالنا هذه راه مهمه, حاولوا انكم تبعدوا عليهم الخشب. هانتوما راهم كياكلوا في الخشب نيشان سبحان الله. المهم حاولوا انكم تشوفوا النقطه مزيان. الخشب بعدوا على الارانب, خصوصا الارانب الروميه. البلديه ماشي مشكل, ولكن الروميه هانتوما كما كتشوفوا راه طريقه مباشره هانتوما سبحان الله. اذا الحلقه ديالنا راه هي هذه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناة غادية بالدعم ديالكم, تكيو على زر الجيم باش تساندوني وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.